كيف ما كانت جميع الأغلبيات أو الائتلافات الحكومية، هذه حكومية فيها ائتلاف حكومي من 6 أحزاب ماشي من 3 ولا من 2 ولا، ومع ذلك حتى في هذه الحالات كتكون هناك طبيعي جدا حتى إذا ما كانش حتى شي خلاف خص الواحد يشك، طبيعي جدا يكون هناك خلافات في تقدير الأشياء وترتيب الأولويات، وخصوصا وأن هذا ائتلاف اللي اقتضته الضرورة هذه المرحلة بمرجعيات متباينة أحيانا، لكن كتوقع تقاربات على مقتضيات برمجية، يعني ما عندها علاقة بالبرنامج، الحكومة ملتفة على برنامج وهو علة وجودها، والبرنامج ديالها اللي قدمته أمام غرفتي البرلمان وبموجبه تم تنصيبها. لكن تتوقع أشياء، يعني دابا حنا تقريبا سنشارف 2 سنين من عمر هذه الحكومة، وقعت بعض الخلافات وتم التجاوز ديالها. الأساس هو أنه لحد الآن وإلى حدود أمس الخميس تتجتمع الحكومة وتتأخذ القرارات، ومن تيكون تقديم واحد البديل واحد المشروع ولا واحد القانون كيتفتح نقاش وتيتم إدماج الملاحظات وكيخرجوا القوانين. يعني فوقاش كيولي المشكل ديال التصدع اللي استعملتي، هو ملي كيولي يعني استحالة حتى انعقاد الاجتماعات وحتى اتخاذ القرارات. الحكومة راه تتجتمع وتتاخذ القرارات، وطبعا كاين هي حكومة سياسية وكاين مخلفات وكاين اعتبارات سياسية تيتم التغلب عليها في حينها. الآن ما يمكن حتى شي واحد ينكر وجود هذه الخلافات، لكن لحد الآن كاين إرادة للتعاطي الإيجابي والبناء مع الخلافات. تتكلمي على شي حاجة الآن في حكم الماضي، الآن تطوات هذه الصفحة، اتحاد شراكي مكون فاعل وأساسي في الائتلاف الحكومي، في التحالف الحكومي اللي كاين الآن. أنا شخصياً أفضل أن أتجنب التعليق على شخصية لم يعد لها أي وضع مؤسساتي في البلاد. إحنا عندنا رئيس حكومة هو زعيم الأغلبية وتنتعامل معاه ونتداول في كل القضايا اللي كتخص العمل الحكومي. من هذا الموقع أنا تنفضل ما ندخلش في هذا السجال، ما عنديش هاد في هذه اللحظة ما عنديش هاد الرغبة وهاد النية وهاد الطموح. طموحي الآن هو إنجاح هاد المهمة لإصلاح الإدارة المغربية والوظيفة العمومية. لا شوف، أنا عندي زاوية أخرى للنظر في تقييم العمل الحزبي ولا الظاهرة الحزبية بصفة عامة، هي لم تعد تقاس بمفردات من قبيل الحركية والجمود، لأنه وقتها كنا حتى الحركية الجامدة وماشي، وكاين الجمود الهادئ وفيه التفكير وفيه إعادة النظر إلى غير ذلك. فما ما تخطرش في المطلق أن هذا حزب جامد وهذا متحرك وتدير لقاءات إلى غير ذلك. الظاهرة الحزبية ماشي في المغرب، راه في جميع المجتمعات اللي فيها تعددية وفيها حركية، هي ظاهرة الآن يعني تسائل نفسها أمام آثار الثورة الصناعية الرابعة والثورة الرقمية وتعدد وتنوع وتحول المجال العمومي ودخول فاعلين جدد، فاعلين غير حزبيين وغير حكوميين أحيانا في صناعة الرأي العام، في توجيه الرأي العام، في المشاركة في القرار. وقعت تطورات كبيرة تجعل الأحزاب الجادة تسائل نفسها في أساليبها وطرق عملها وهيكلتها ونموذجها التنظيمي. لا أنا لم أقل ذلك، أنا تكلمت على الظاهرة الحزبية بصفة عامة. الاتحاد الشراكي كيعيش الآن واحد الاستقرار في هذه المرحلة هذه اللي مكنوا من أنه يكون متواجد بالشكل
جيد في المؤسسات التشريعية، ها، وفي احنا عندنا مسؤوليات، وفي المؤسسة الحكومية، وفي واحد العدد المؤسسات الأخرى، واللي أنه يدبر الانتداب ديال الأعضاء ديالو، الأطر ديالو اللي الآن عنده مسؤوليات في مؤسسات جامعية، لأنه كيمثلوا الطلبة وكيمثلوا الأساتذة الجامعيين، وفي الجامعات وفي الهيئات المنتخبة. هذه المرحلة ديال الاستقرار وديال المشاركة الآن الحزب راه تيدبرها بكيفية طبيعية، وبالتالي غادي يكون من غير اللائق نتكلموا على شي جمود، لأن الجمود ربما هو المفهوم في غير محله في مقاربة الدائرة الحزبية في هذه الظروف الراهنة. واش مقارنة مع هيئات أخرى؟ شنو هي المؤشرات ديالك؟ واش مقارنة مع الماضي؟ أي ماضي كتقصدي وفي أي فترة؟ لكن الاتحاد الشراكي سواء كان يتحرك بكثافة أو بتأني فهو الآن يعني يعيش مساءلة عميقة لتجربته ولنموذجه. أنا في حال قلت لك قبيلة أحيانا كيكون الرأي الشخصي لا قيمة له، اللي غادي يمكن يكون يقول الرضا هم أولا الهيئات التقريرية ديال الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية اللي منين اجتمعت خدات قرارات المشاركة، يعني التقدير ديالها للمرحلة قالت خصنا نشاركوا، وكلما اجتمعت هذه الهيئات فهي تتوقف عند هذه المشاركة وتبدي رأيها فيها وفي تقويمها، إذن هذا أساسي. ثانيا المواطنين أيضا والمرتفقين اللي كيتعاملوا مع الإدارة ويشوفوا واش تحسنت إلى ما تحسنت شي، هما اللي غادي يصدروا هاد الأحكام هذه، وانتم أيضا الصحافة والرأي العام. أنت طلبتي هذا اللقاء كنظن طلبتيه لأنه في تقديرك أنه كاين ما يتقال، وإلا ما كنتيش قاعد تقول هذه الوزارة قاعد ما لا تستحقوا قاعد كنجلسوا عليها 30 دقيقة ديال التسجيل، فهذا هو اللي مهم. أما شنو كنقول أنا، واش أنا راضي ولا مرضي، رأي غير مهم، ماشي مهم بتاتا. فيما يتعلق بهذه المحطة الانتخابية، لكن كاين هناك مؤشرات الآن لا داخل التنظيم الحزبي ديال الاتحاد الشراكي ولا في المحيط وفي العلاقات، المحيط اللي كيتفاعل معاه وكيشتغل معاه تؤشر على أن الاتحاد الشراكي يمكن يغادر منطقة الاضطرابات اللي عاشها في السنوات الأخيرة. يمكن قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.